السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ضمن حصة الظواهر اللغوية مكون التراكيب تحديدا نلتقي في حصة جديدة. هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الأولى مجال الحضارة المغربية المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان درسنا لهذا اليوم الجملة المفيدة. الجملة المفيدة استكشف. أقرأ الجمل التالية. إذن قرر خالد أن يبحث في الموضوع. اهتم المغاربة. الشريف الإدريسي عالم مغربي. كتب ابن البناء مفيدة. استطاع أن. إذن ماذا نفهم من الجملة الأولى؟ لاحظوا جيدا. قرر خالد أن. ماذا فهمنا من الجملة الأولى؟ إذن لا أفهم شيئا من الجملة المفيدة لأنها ناقصة المعنى. ماذا قرر خالد؟ ماذا قرر؟ إذن لا أفهم شيئا من الجملة الأولى. لا أفهم شيئا من الجملة الأولى لأنها ناقصة المعنى. إذن ما الفرق بينها وبين الجملة الثانية؟ إذن قرر خالد أن يبحث في الموضوع. إذن الفرق بينها وبين الجملة الثانية أنها جملة تامة المعنى. الجملة الثانية تامة المعنى. أكمل الجملة الأولى بكلمات أخرى لتصير مفيدة. إذن قرر خالد أن مثلا يذهب إلى المكتبة. قرر خالد أن ينجز واجباته. قرر خالد أن يتناول طعامه. أضع علامة أمام الجمل ذات المعنى الناقص. إذن مثلا حددنا أن الجملة الأولى معناها ناقص. أيضا اهتم المغاربة. بماذا اهتم المغاربة؟ أيضا هذه الجملة معناها ناقص. الشريف الإدريسي عالم مغربي. هذه الجملة تامة المعنى. كتب ابن البناء مفيدة. جملة تامة المعنى. استطاع أن. إذن هنا جملة غير مفيدة وناقصة المعنى. إذن الجمل الناقصة المعنى هي الجملة الأولى الثالثة والسادسة. إذن التمرين الموالي أركب من الكلمات التالية عدة جمل مفيدة تبتدئ بفعل. إذن لدينا عادة. إلى الخيمة. مدرستي. يدرس كل تلميذتي. تلميذة. كل تلميذة تدرس. يوم في تلميذ القرية. أحب الناس. إذا مثلا يدرس تلميذ في المدرسة. إذا الجملة الأولى يدرس تلميذ في مدرستي. يدرس تلميذ في المدرسة. الجملة الثانية. إذن عاد الفارس إلى الخيمة. عاد الفارس إلى الخيمة. عاد الفارس إلى الخيمة.
الجملة الموالية. مثلا تدرس تلميذة كل يوم. تدرس تلميذة كل يوم. أحب كل الناس. إذن كل هذه الجمل تبتدئ بفعل. يدرس التلميذ في المدرسة. عاد الفارس إلى الخيمة. تدرس التلميذة كل يوم. أحب كل الناس. أقرأ ما يلي. قالت الأستاذة من فهم الدرس؟ أجاب نوفل كلنا. هل فهم نوفل درس الجملة المفيدة فعلا؟ إذن لا، لا لم يفهم نوفل. عرض نتائج عن أجمل رفيده الجديد في اللغة العربية المستوى الرابع. لا لم يفهم نوفل درس الجملة المفيدة لأنه قال فقط كلنا. إذا نصحح جواب نوفل. كلنا فهمنا الدرس. ممكن أن نقول كلنا فهمنا الدرس أو أنا فهمت الدرس. إذن كتصحيح لجواب نوفل نقول كلنا فهمنا الدرس أو أنا فهمت الدرس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.